إذن مشاهدينا، نقلنا لكم وقائع الجلسة الافتتاحية للمحادثات الكويت بين الأطراف اليمنية. كانت هناك كلمة كنا نسمعها قبل قليل للمتحدث أو للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، تحدث عن الوضع، يعني ذكر الوضع الإنساني في اليمن أنه لا يحتمل الانتظار. ويقول أيضا ولد الشيخ أن يعني أن إعادة عقارب الساعة إلى الخلف باتت من المستحيل، وكل ما سيتم بناؤه هو من أجل المستقبل. وقال أيضا المبعوث الأممي أن المشاورات ستتم وفق النقاط الخمسة التي نص عليها القرار الأممي 22/16، داعيا الأطراف إلى المرونة والالتزام بالمسؤولية خلال هذه المشاورات. إذن مشاهدينا، بالأول نشكر ضيوفنا الذين انضموا إلينا في بداية الحلقة حول الحديث عن وضع يعني نتائج الهدنة، يعني نتائج فريق يعني تثبيت الهدنة. كان معنا عبد الله الشندقي نشكره كثيرا، وأيضا الرائد بندر المهدي نشكره أيضا. وسينضم إلينا الآن الناشط السياسي حمزة الكمالي من الكويت. مساء الخير سيد حمزة. مساء الخير سيد حمزة. في البداية، هل لك أن تضعنا في الأجواء الحالية لوقائع الجلسة الافتتاحية لمحادثات الكويت؟ وفق الجدول الذي تم الاتفاق عليه مسبقا، بدأت الجلسة الافتتاحية بجلسة تبث على الهواء مباشرة بكلمات لوزير الخارجية الكويتي ومن ثم للسيد إسماعيل ولد الشيخ، سيعقبها الآن كلمات من رؤساء الوفود. سيعقبها الآن، ستنتهي هذه الجلسة وستبدأ غدا الجلسات المغلقة التي سيتم النقاش فيها كل شيء إن شاء الله. نعم. سيتم مناقشة الخمس النقاط الرئيسية. كان هناك يعني محاولة لتشويش الأجندة من قبل وفد الانقلابيين، تريد أن تقلب النقاط الأخيرة بالنقاط الأولى، لكن ما زال موقف الحكومة ثابت، وهو أن يتم المرور على الجدول الزمني بالترتيب بالتراتبية السابقة، وهو بداية النقاش بأن يتم نقاش موضوع الانسحاب من العاصمة صنعاء ومن المدن اليمنية، ومن ثم يتم مناقشة تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. نعم. إلى الحكومة الشرعية، ومن ثم الذهاب نحو النقاط الأخرى المتعلقة بالمعتقلين والمتعلقة باستئناف العملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. نعم سيد حمزة، هل هناك وفود أو ممثلين عن دول غربية وإقليمية حاضرون في هذه الجلسة الافتتاحية؟ هناك ممثلون سفراء الدول الـ18 الخمسة الدول الدائمة العضوية، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر واليابان والصين وبقية الدول المشاركة في الإشراف على المبادرة الخليجية. هم حاضرون لكنهم لن يشاركوا بشكل مباشر في الجلسات. ستكون الجلسات بإشراف فقط الأمم المتحدة، وستكون قائمة على أساس الخمسة النقاط الرئيسية التي حدثتك عنها. وجود السفراء هناك عامل دعم وحافز ودافع للأطراف سواء الشرعية والانقلاب للمضي نحو التنفيذ المضي نحو المشاورات بشكل كامل وخالص، حتى نعم. لا تتوقف هنا أو هناك. نعم سيد حمزة، يعني بما يخص حسن النية، يعني كيف رأيتم وفد الميليشيا بعد خصوصا بعد التأخر الذي تم ووصوله مؤخرا إلى دولة الكويت وحضور هذه المباحثات؟ حقيقة شيء مؤسف أن يتأخروا في الحضور، فكيف سيتم الاتفاق وكيف سيتم ذلك التنفيذ؟ هذا مؤشر سلبي أن الأمور لن تسير بشكل جيد. والحديث العالي الذي تحدث به محمد عبد السلام قبل القدوم إلى هنا عن موضوع الأجندة ومحاولة الاتفاق عليها، شيء يدعو للشك بأن المشاورات قد تكون مؤثرة وجدية. لذلك نحن نتمنى، ننتظر وسنرى غدا أن أين سيذهب هذا الحوار. نعم. هذه المشاورات وأين ستكون؟ كيف نظرتم إلى معنويات الطرفين؟ الحكومة الشرعية على ما هي عليه نظرة ثابتة وواثقة ومتمكنة وحاضرة به على مستوى المسؤولية، على مستوى فقط أنها لا تشعر فقط بأنها مسؤولة على منطقة معينة، هي مسؤولة على اليمن بأكملها. لذلك هي مستمرة برغم التهاون والتخاذل من قبل الحوثيين، لكنها متواجدة. نعم. وتريد أن ينجح هذا الحوار من أجل اليمن. نعم سيد حمزة، ما هي أهم الفوارق التي عكستها أجواء الجلسة الافتتاحية هذه الليلة مقارنة بالجولات السابقة في جنيف فيما يتعلق بالحضور الإقليمي والدولي؟ يوجد إشراف دولي
يوجد إشراف دولي كبير جدا، وهناك دولة يعني كريمة كدولة الكويت التي غطت كل الأشياء اللوجستية والفنية وأيضا الأشياء على مستوى التحضير والتنظيم واستقبال الوفود وأيضا التجهيز على المستوى السياسي وعلى المستوى هناك. يعني نستطيع أن نقول أن هذه الجولة هناك من خلفها يتواجد دعم دولي رهيب جدا لإنجاح جولة المفاوضات هذه، برغم كل النقاط السلبية والتعامل السلبي الذي رأيناه من الحوثيين، لكن هناك رغبة دولية حقيقية في إنجاح هذه المفاوضات والخروج إلى يعني نعم. نستطيع القول إلى صيغة مبدئية نستطيع أن نبني عليها الحل السلمي في اليمن. نعم السيد حمزة، يعني في الكلمة في الجلسة الافتتاحية لولد الشيخ تحدث عن الوضع الإنساني، وأيضا تحدث أن عقارب الساعة لن تعود إلى الخلف وأن ما سيتم بناه سيتم من أجل المستقبل. برأيك هل يعني تعي الأطراف اليمنية ما يعني ما طرحه ولد الشيخ وستكون عند بقدر المسؤولية هذه المرة؟ نعم هو الجميع يعي جيدا بأن الأزمة الإنسانية وصلت إلى مستوى سيء وكارثي جدا، وأنه يجب أن الولوج في إنهاء لهذه الأزمة عبر تنفيذ القرار الأممي. نحن نرى أن عودة الدولة هو الضامن الرئيسي. نعم إذا السيد حمزة الكمالي كنت معنا عبر الهاتف من دولة الكويت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا سينضم إلينا الآن أيضا المحلل السياسي نجيب غلاب من الرياض. سيد نجيب مساء الخير. يا مساء النور والعافية. مرحبا بك سيد نجيب، اليوم هي الجلسة الافتتاحية لبدء محادثات السلام بعد تخلف تأجيل الموعد الرسمي منذ الاثنين الماضي بسبب تخلف وفد الميليشيا عن الحضور. هل يمكن أن تكون هذه بداية لمحادثات أقل ما يقال عنها أنها ستفضي إلى نتائج جيدة هذه المرة؟ يعني حسب الخطاب بن عمر والبيان الافتتاحي يعني كان كلام رائع ولا خلاف حول ما قال، لكن بالأخير الاستراتيجية التي يتم التعامل معها مع الحوثية من قبل الأمم المتحدة وحتى من قبل الأطراف اليمنية، هناك نوع من التدليل للحركة الحوثية بشكل مكثف وكمحاولة لسحبها باتجاه الحل، لكن هذه الاستراتيجية اتبعناها سابقا واتبعها بن عمر وبالاخير وصلنا الى الانقلاب. اذا لم يكن هناك ضغوط حقيقيه وليس التعامل معهم باعتبارهم يعني تكوين، لابد من التجارب منا ولابد من تدليله باكثر مما يجب، والدليل اليوم انه تم استقباله كوفد رسمي وكانه يمثل الحكومه الفعليه، هذا كلام مش صحيح. انا من وجهه نظري ولم نرى ذلك، ولم نرى صوت الإعلام يستقبل الحكومة الشرعية بهذا الشكل، هذا سيمنحهم نوع من الثقة الإضافية لاستمرار التمرد. أنا أعتقد أنه لابد من التعامل مع هذا مع الانقلاب كانقلاب وكحركة متمردة. أما محاولة يعني ممارسة الضغوط الناعمة بعد هذه الحرب وبعد هذه التضحيات، أنا أعتقد أنه سيقودهم إلى التشدد ولن يقودهم إلى حلول تحقق فعالية تنفيذية مقررات مجلس الأمن. نعم سيد نجيب، يعني لعلك استمعت إلى كلمات الافتتاحية لوزير الخارجية الكويتي وأيضا للسيد جمال بن عمر يعني المبعوث الأممي إلى اليمن. يعني كل ما طرح أو عفوا ولد الشيخ، كل ما طرح في هذه الافتتاحية، هل تعتقد أن الأطراف اليمنية ستكون بقدر المسؤولية عما طرح في هذه الافتتاحية؟ يا أخي شوف، دائما نحن نركز على الكلام والوثائق ولا نركز عما يحدث في الواقع. لدينا انقلاب كامل ما زال يمارس غروره وعناده وغماره ضد الجميع رغم الخسائر التي يعيشها هذا الانقلاب، وبالتالي اليوم نحن نحاول أن نصل إلى حل سياسي، لكن إذا لم يكن هناك صرامة وتمسك بهذه الخطابات المطروحة وعدم يعني عدم التماهي مع الأطروحات الحوثية التي تحاول أن تتجاوز هذه الوثائق وهذه المرجعيات الثابتة، لأنه أي تنازل عنها أنا أعتقد ليس إلا استمرار لحالة الفوضى في اليمن. لا بد أن يكون هناك رؤية واضحة ومجمع عليها من المنظومة الدولية والإقليمية ومن الشرعية، ولا يقدموا أي تنازلات. هذه حركة متمردة اختطفت الدولة ولا بد التعامل معها بهذا الشكل، ولا بد أن تسلم الدولة. إذا أرادت أن تكون شريك فعليها أن تنفذ كل المقررات
أما بغير هذا وفرض بعض الأمور وبعض يعني وبعض متطلبات الحركة الحوثية كاستمرار تمسكها بالسلاح، أنا أعتقد أن هذه المسألة لن تقود إلى حلول سليمة وستظل صنعة مختطفة حتى لو وقعوا يعني لو وافقوا على مسألة استعادة الدولة ويعني تسليم السلاح ولم يكن هناك آلية واضحة وضمانات بينة لا لبس فيها. المسألة خطيرة، لقد تعاملنا مع الحركة الحوثية في الفترات السابقة ووافقت على كل ما قيل لها وانتجت وثيقة السلم والشراكة والجميع تعامل معها بدلال، ثم انقلبت على الجميع وما زالت نفس الاستراتيجية التي اتبعت في السابق يتم التعامل بها مع الحركة الحوثية ويتم تدليلها ومحاولة يعني وكأننا نسعى لكسب ثقتها، وهذا مسألة خطيرة ستقودهم إلى التمرد مرة أخرى ولن يتم التنازلات. نعم، هو أيضا سيد نجيب يعني أكد اليوم المبعوث الأممي في من خلال كلماته أن المباحثات سترتكز على النقاط الخمس التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2216، لكن بالمقابل عاد الحوثيون وحليفهم للحديث عن ضرورة أن يكون اتفاق السلم والشراكة هو مرجعية للقاء الكويت. ما هو الموقف المفترض من الوفد الحكومي وإلى أي مدى سيستطيع الحوثيون وحليفهم فرض هذه المرجعية التي يريدون من خلالها فقط الالتفاف على القرار الأممي؟ أنا أعتقد لو فرضوا هذه المرجعية أنه سيتم إنتاج الانقلاب مرة أخرى وأيضا بموافقة إقليمية ودولية. علينا أن يعني الحكومة الشرعية أن تواجه الاستحقاقات يعني بما يحقق مطالب الشعب، ما يحقق الأهداف الكاملة. العالم كله يدعم اليوم الحكومة الشرعية، أي تنازل تقدمها أنا أعتقد أنه عليها أن تسلم الحكومة، أن تسلم البلاد لسلطة الأمر الواقع وتدعي الشعب يدافع عن نفسه. سندافع عن أنفسنا وسنسقط هذا الانقلاب بالقوة ولم نتركهم أبدا يحكموا اليمن، لأنهم اختطفوا دولتنا وبلادنا بالقهر والقوة والتسلط وكانوا السياسي لا يمكن لأي واحد من أبناء الشعب أن يقبله. وبالتالي أي تنازلات اليوم للحركة الحوثية لإعادة إنتاج الانقلاب ليس إلا استمرار للكارثة وإنتاج للإرهاب، سيتوسع الإرهاب في اليمن إن لم يتم استعادة الدولة بشكل كامل. نعم، إذن الناشط السياسي أو المحلل السياسي السيد نجيب غلاب كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لك. إذن مشاهدينا في ختام هذه التغطية نشكركم مشاهدينا على كرم المتابعة، كما أشكر أيضا ضيوفي عبر الهاتف. كان معنا من مقر المباحثات في الكويت السيد حمزة الكمالي المحلل السياسي أو الناشط السياسي، كما أيضا أشكر السيد نجيب غلاب المحلل السياسي كان معنا من الرياض، وأشكر جميع طاقم العمل وأيضا في الإعداد الزميل محمد القاسم. شكرا لكم جميعا وإلى الملتقى في أمان الله.